اهلا وسهلا بكم جميعا في حلقه جديده من برنامج اون ديماند، البرنامج اللي نتكلم فيه كما تعودنا عن جديد السينما والتلفزيون في مختلف المنصات. في حلقه اليوم سيكون الحديث عن معاناه السينما، عدد من الافلام والمسلسلات، الترند وتقييمنا لها. خلونا ناخذ ابرز العناوين في حلقه اليوم قبل الدخول في تفاصيلها مثل ما تعودنا. رغم الافتتاح، السينما محليا اقليميا وعالميا في معضله. بشر بقدرات خارقة يجرم استخدامها في فيلم كود 8. Hands away from your body now. Shoot me. لابد أن تراقب عن كثب في فيلم الإثارة والغموض The Prestige. How'd you like that? How'd you do it? Magic. Our colonel here had a grenade juggling act. أوسكار وحيد من أصل 8 لألباتشينو. Then sent of a woman. Combat to second lieutenants in the infantry. Randy, look at me when you're talking to me now, son. You got this, come on. موسم ثالث يريد ربات البيوت لعالم الجريمة. I don't want it. قررت بداية الحديث في حلقة اليوم عن مشكلة كبيرة تواجه صناعة السينما في الوقت الحالي، حيث أن النظام لا يثق ببعضه بشكل كبير. الجمهور قرر العودة بشكل كامل، ولا شركات الإنتاج قررت أنها تصدر أعمالها بالوقت المحدد أو المفترض لها بإصداره. شخصيا كنت من مرتادي السينما في فترة من الفترات الماضية بعد افتتاح السينما، ورغم وجود الاحتياطات والحذر في دور العرض السينمائية، إلا أنه لابد أن يكون هناك عدد من النقاط التي لا يمكن تغييرها الحقيقة. الأول هو خوف المشاهدين، بالتالي الحضور سيكون أقل من المتوقع. رغم وجود الاحتياطات وإجراءات السلامة، إلا أن المشاهد بكل بساطة واختصار وشفافية لا زال لا يثق بالشكل الكافي للحضور. وبسبب عدم حضور المشاهد الأعداد أصبحت أقل، وبسبب هذه الأعداد الأقل شركات الإنتاج قررت أنها لا ترغب بطرح أفلامها حاليا في السينمات، لأن الأمر هذا لا يحدث لدينا فقط بل يحدث عالميا وأقليميا كما أسلفت. الأعداد قليلة، بالتالي الحضور قليل، بالتالي التذاكر أقل، وبالتالي التأجيل يصبح كقرار لشركات الإنتاج. أفلام كثيرة جدا تم تأجيلها في الفترة الماضية، والحدث صراحة يعتبر مصيبة كبيرة. أفلام كثيرة جدا تم تأجيلها وسبق وتحدثنا عنها، مثل فاست ناين، مولانا، نو تايم تو داي، أكوايت بليس بجزء الثاني وغيرها الكثير، سبق وتكلمنا عنها في بداية هذا البرنامج بحلقتنا الأولى منذ بداية الأزمة الخاصة بكورونا. وسبق وتكلمت عن تفاؤل كبير جدا على سبيل المثال من المخرج كريستوفر نولان بعدم تأجيل فيلمه تينت في إحدى الحلقات، ولكن حتى هو الآخر قرر بأنه يؤجل فيلمه، وليس مرة واحدة بل على مرتين. تأجل الفيلم إلى الآن بتاريخ عرض الأصلي مرتين. الآن آخر تاريخ عرض تم لتينت هو 12 أغسطس القادم، وهذا يعني بأن التاريخ الأخير؟ لا أعتقد ذلك. طالما كورونا موجودة إذا الإقبال سيكون أقل، وبالتالي الشركات ستفضل أن تؤجل طرح أفلامها، خصوصا الضخمة واللي متوقع أن يكون عوائدها أكبر بكثير من تكلفة إنتاجها. أعتقد أن المشكلة هي عبارة عن عجلة لا نهاية لها، أفلام ستستمر بالتأجيل في حالة عدم إقبال المشاهدين لدور العرض السينمائية، والمشاهدين بأغلبيتهم لن يحضروا إلا بعد وجود علاج لكورونا وعلاج لهذا القلق اللي لن يخاطروا فيه بالحضور على أشياء تعتبر من الكماليات والترفيهيات في المقام الأول. بل أن من المشاهدين من يرغب بالحضور مثلي لن يجد شيء فعليا يتابع سوى أفلام قديمة تستمر في العرض يوم بعد الآخر. الأمثلة طويلة. في زيارتي الأخيرة للسينما مثلا وجدت إعادة عرض لفيلم الجوكر، وجدت إعادة عرض لفيلم ميشن امبوسيبل الأخير الخاص بتوم كروز، وكذلك فيلم مسامير السعودي. كل هذه الأفلام أقدر أقول بأنها نالت حق العرض مسبقا، ولكن إعادة افتتاح السينما نجد من جديد طرح هذه الأفلام لنيل حقوقها مسبقا، وعدم وجود أفلام جديدة. بل أن الأمر اشتد أكثر بكثير مما توقعت، لدرجة أني وجدت أفلام سبق ونزلت من سنتين. على سبيل المثال فوكس سينما أعادت فيلم نزل في سنة 2018 اللي هو جوراسيك وورلد فولن كينغدوم. مؤخرا أصبح بإمكانك تحضر هذا الفيلم في السينما رغم صدوره بجودة البلوري وكذلك إصداره قبل سنتين من الآن، لكن الفيلم يعرض في وقتنا الحالي الآن. شخصيا أعتقد بأن الأمر مستمر طالما وجود كورونا، وهذا الأمر لا يعود بالفضل إلا على شركات مثل الستريمينج، شركات مثل نتفليكس، أمازون برايم، أبل تي في بلس وغيرها. هم الوحيدين الرابحين في هذا الأمر لأن منصاتهم تحث على البقاء في المنازل. أتمنى أن نصل إلى حل لهذه المعضلة قريبا، لأنه لا يوجد مستفيد للمشاهد ولا شركات صناعة الأفلام. Everybody face down now.
كود 8 هو فيلم خيال علمي وأكشن كندي صدر في سنة 2019 وأصبح الآن متاح لدينا في السينمات رغم إصداره اللي كان في السنة الماضية. I need electric. I'm an electric. I'm wondering why a guy like you got in the van. We need to know who we're working with. هذا الفيلم يتكلم في قصته عن شاب بقدرات خارقة كهربائية ينضم لعدد من المجرمين من أجل كسب المال الكافي اللي يجعله قادر على علاج أمه. My mom's sick. I need money. Okay. See what you can do. طبعا الفيلم في قصته يتحدث عن كون البشر نوعين، نوع من البشر عاديين وهو النوع السائد واللي يحيطون بكل شيء، بالإضافة إلى نوع نادر نوعا ما واللي يملكون القدرات الخارقة للطبيعة مثل الكهرباء، النار وغيرها. قصة الفيلم تجرم مستخدمي القدرات الخارقة من البشر ممن يملكون هذه القدرات في المقام الأول بدون رخص قانونية لأهداف غير مصرح لها، ولكن هذه الرخص غالية الثمن، وبالتالي من يملك قدرات خاصة لن يصبح بإمكانه استخدامها قانونيا، وبالتالي سيكون ممنوع منها وكأنما هو بشر عادي. How good is that electric? He's strong. He doesn't know how strong yet. Light it. I need time to work him. من إيجابيات الفيلم جودة التمثيل للشخصية الرئيسية وكذلك الممثل ستيف أمير والمعروف بدوره في مسلسل أرو. كلا الممثلين أعطوا دور لطيف ومقبول جدا بالنسبة لي، ولكن من سلبيات الفيلم كذلك بساطته في القصة وعدم كتابة الحبكة الخاصة ببعض الشخصيات الثانوية بطريقة جيدة. فعلى سبيل المثال شخصية ستيف أميل لا نعرف أبدا من ماضيها ولا أي تفاصيل سوى أن يحل بشكل مفاجئ في الفيلم ويتدخل بتفاصيل قصة بطل الفيلم فجأة. Execute. You know, you got mixed up with some bad people. Cross that line. المؤثرات البصرية في هذا الفيلم كانت على درجة عالية من التواضع أقدر أقول. شخصيات فرعية بقصتها وأدائها كانت كذلك. لكن حالياً كان هذا واحد من الأفلام القليلة اللي وجدتها في السينما ولم أتابعها في وقت إصدارها حينها. فبالتالي وجدتها في وجهي للعودة من جديد لقاعة العرض السينمائية ومتابعة أعمال أنا فعلياً لم أتابعها من قبل. What's the plan if the kid misses? I won't. He won't. تقييمي للفيلم هو 5/10. الفيلم عادي لطيف قد يكون فاصل بالنسبة لك مناسب في وسط عمل مرهق تنتهي فيه بمتابعة فيلم لا أكثر. Before seen by yourselves or any other audience anywhere in the world. The audience loved it. This trip is top notch. The Prestige أو العظمة مثل ما تمت ترجمته. فيلم غموض وتشويق أمريكي صدر سنة 2006 وأخرج المخرج الكبير كريستوفر نولان واللي يعتبر واحد من المخرجين الكبار والمفضلين بالنسبة لي. نولان كذلك شارك في كتابة السيناريو مع أخو جوناثان نولان، وتم اقتباس أحداث هذا الفيلم وفكرته من رواية كانت تحمل نفس الاسم لكاتب كان اسمه كريستوفر كذلك. Magician tries to invent something new. It's something that other magicians will scratch their heads over. I suppose you have such a trick. Actually, I do. Someone they're gonna remember me for. الفيلم رشح لجائزتي أوسكار أفضل تصوير سينمائي وأفضل إخراج فني. الفيلم يتكلم عن اثنين يمارسون لعبة خفة اليد أو من يسميهم البعض بالسحرة. الاثنين يتنافسون بشكل كبير جدا في لندن ليقدم أحد منهم واحدة من أعظم ألعاب خفة اليد، ويصبح هذا الشيء بالنسبة لهم هوس وهاجس لا يمكن تجنبه. What happened? It was the greatest magic trick I've ever seen. الفيلم في عدد من النجوم، ولكن لعل من أهمهم هو هيو جاكمان وكريستين بيل. كلا الاثنين قدموا أدوار خرافية جدا بتجسيدهم للشخصيات المهووسة في لعبة خفة اليد أو السحر. نوع هذا الفيلم يعتبر واحد من الأنواع المفضلة بالنسبة لي في تصنيف الأفلام واللي هو الغموض. Magician shows you something ordinary, but of course it probably isn't. جماليات بعض الأفلام تكمن في إثارة انتباه المشاهد بشكل كبير جدا والهادي الملح في ملاحظة كافة التفاصيل اللي تظهر في كل لقطة من أجل الصدمة في النهاية. The magician makes this ordinary something do something extraordinary. Huh.
Now you're looking for the secret, but you won't find it. ولعل نهاية هذا الفيلم أقدر أقول بأنه تم تسجيلها على كونها واحدة من أعظم النهايات أو الصدمات المسمية بالبلوت تويست، واللي يعتبر مصطلح سينمائي يعتبر صدمة غير متوقعة في حبكة القصة أو أحداثها بالنسبة للمشاهدين. شخصيا أجد بأن هذا الفيلم متقن بكل تفاصيله. إخراجيا وتصويريا كان قطعة فنية رائعة. تمثيليا كان من الاثنين الكبار كريستين وهيو، وكذلك عدد من الممثلين مثل سكارليت جوهانسون مثلا، كلهم أدوا أداء عظيم جدا في الشخصيات. كذلك الموسيقى التصويرية لهذا الفيلم كانت في قمة الجودة، والتي عمل عليها الملحن ديفيد جوليان. وديفيد للعلم عمل مع كريستوفر نولان على 3 أفلام مختلفة كلها كانت رائعة جدا بالنسبة لي. عمل معه في برستيج في سنة 2006 وهو حديثنا لهذا اليوم، كذلك عمل من قبله على فيلم إنسومنيا اللي نزل في سنة 2002، ومن قبل الاثنين كذلك عمل على فيلم مومنتو في عام 2000. وأعتقد بأن الاثنين التقوا في ذاك الوقت ومن بعدها كونوا علاقة ممتازة. ومن المعروف عن كريستوفر نولان أن إذا أعجب بشخص يستمر بالعمل معه على أكثر من عمل أو أكثر من فيلم. هذا العمل بالنسبة لي يستحق المتابعة بكل تأكيد. الفيلم حصل على مرتبة 46 في قائمة التوب 250 أفضل 250 فيلم في الموقع الشهير IMDb. This is the part with the twists and turns where lives hang in the balance. Julie, come on. And you see something shocking you've never seen before. تقييمي لفيلم برستيج هو 9/10، وسبب في حديثي عنه لهذا اليوم هو إصدار نتفليكس لهذا العمل في منصتها هذا الشهر، حيث أنه أصبح متاح للمتابعة على المنصة أخيرا. هذا الفيلم واحد من الأفلام الرائعة جدا للمخرج كريستوفر نولان، وبكل تأكيد أنصح بمتابعته. Real magic. I know what you really are. How does he do it? You want the truth. Nothing is impossible. Abracadabra. معاني الحياة بالنسبة لأشخاص فاقدين بعض من الحواس أمر قد يجهل البعض، وهذا الأمر يظهر بالنسبة لنا في هذه التحفة الرائعة، واللي تعتبر إحدى أجمل ما قدم الممثل الباتشينو في مسيرته الفنية. خلونا نشوف بعض اللقطات من ست أوف وومن ونرجع من جديد. They say the hair is everything, you know. Have you ever buried your nose in a mountain of curls? Just wanted to go to sleep forever. العمل اللي أدى بالنهاية إلى ترشيح الممثل ومن ثم فوزه بجائزة أفضل ممثل بجائزة الأوسكار. وبطبيعة الحال الممثل الباتشينو لا يعتبر محظوظ حينما يتعلق الأمر بالجوائز وخصوصا الأوسكار، لدرجة أنه ترشح 8 مرات ولم يفز إلا بواحدة. Mr. Sims, you are a cover-up artist and you are a liar. But not a snitch. Excuse me? No, I don't think I will. عطر امرأة فيلم يتكلم بقصته عن الباتشينو، واللي يجسد دور رجل أعمى فقد حاسة البصر بسبب خدمته في الجيش. هذا الرجل رغم وجوده وسط عائلته إلا أنه مصاب بالعزلة ومنطوي حول نفسه، وفي وقت من الأوقات يحتاج لمرافق من أجل الذهاب في رحلة صيفية، ووقع الاختيار على طالب جامعي يحتاج هذا الطالب المال، فبالتالي يوافق هو الآخر على أن يذهب في رحلة صيفية مع الباتشينو. ومن هنا تبدأ أحداث الفيلم اللي فيها مزيج ما بين شخصيتين متضادتين، وما بين طيش الشباب وحكمة الكبار دروس جميلة ورحلة عظيمة نمر فيها في أحداث هذا الفيلم، أدت بالنهاية لترشيح الممثل الباتشينو بالأوسكار. Pull the trigger. Here we go, Charlie. I'm ready. بالإضافة إلى أن الفيلم تم ترشيحه كأفضل فيلم، وأيضا تم ترشيح المخرج كأفضل إخراج، ولكن لم ينل الفيلم هذا إلا على جائزة أوسكار وحيدة، وهي تمثيل الباتشينو كأفضل دور رئيسي. تقييمي لفيلم سنت أوف وومن أو عطر امرأة هو 9/10، وحديثنا اليوم عنه كذلك هو بسبب حصول نتفليكس على حقوق عرضه أخيرا، رغم كونه واحد من الأفلام الكلاسيكية الرائعة والجبارة والتي لابد من متابعتها. That's my family, kid. It's not me. Hey, what are you gonna do? Nice college boy, huh? They want to get mixed up in the family business? Now you want to gun down a police captain? Why? Because he slapped you in the face a little bit? Huh?
What do you think this is, the army where you shoot them a mile away? You gotta get them close like this, but a bing, you blow their brains all over your nice Ivy League suit. You keep asking me that. What's the matter with you? Well, I thought you were coming over to the house. Margaret invited Marianne over. Hey, Pasquale, I'm gonna tell you something. See, all day long, I work with cops, right? Mm-hmm. Now, when I go out, I see Marianne. My father taught me many things here. He taught me, keep your friends close, but your enemies closer. It's all a whim. Rob a bank. I had a plan. WNEW plays all the hits. Will you keep away from this bank or we're going to start throwing bodies out the front door one at a time? I'm a Catholic and I don't want to hurt anybody, understand? And justice is, as any reasonable person would tell you, the finding of the truth. He goes to law school. Huh. I'm a lawyer. You are also a revolting, despicable scum of the earth. It's like he's reading my mind. Extra, extra, Tracy Donald's mom! I'm taking this bomb out of the headlines. I'm rubbing him out. Oh, Tracy, watch out! You take Tracy to me. I say we kill Tracy now. Whoever told you that you could work with men? Could I, Oh, I'm gonna have your job, shithead. I'm going downtown. I'm gonna talk to Mitch and Murray. I'm going to Lemkin. I don't care whose nephew you are, who you know. Hiya, Frank. This is Jimmy Hoffa. Glad to meet you. Glad to meet you, too, even if it's over the phone. Our friend speaks very highly of you. Thank you. Only three people in the world have one of these. كثير منا يرغب بمشاهدة عالم الجريمة بشكل مضحك، بمعنى عدد من الأغبياء يرتكبون جرم معين بطريقة غبية ومضحكة، وبطريقة أو بالأخرى يجدون أنفسهم متورطين مع الشرطة بسبب الحماقات اللي أدت لاتجاههم لهذا الاتجاه. مسلسل Good Girls يتكلم عن هذا الجانب بطريقة كوميدية رائعة، ولكن كذلك لا يغفل عن الجانب الدرامي في قصته. He's gone. We're free. We print 20 mil. One big run. المسلسل يتكلم عن ثلاث نساء يعتبرون ربات بيوت من المفترض أن يكونوا صالحات ويركزون في أدائهم في بيوتهم وكذلك الأعمال الخاصة فيهم وطموحاتهم لتحقيق نجاحات تعتبر نجاحات لمنتصف العمر، ولكن في يوم من الأيام وبعد الظروف السيئة اللي يمرون فيها يقرر الثلاثة القيام بسرقة، ولكن هذه ليست سرقة لبنك مثلا، إنما هي سرقة لمول تجاري. هذه السرقة تحصل بأغبى الطرق الممكنة التي قد يتخيلها المشاهد، تحصل مواقف كوميدية وأخرى درامية، ويبدأ المسلسل بالانطلاق للثلاث نساء في عالم الإجرام اللي مزج ما بين كوميديا غبائهم ودراما قصصهم. I never even thought about that. Wow. القصة تمتد طبعاً بعد ذلك لما هو أبعد، ولكن هذه هي أبرز تفاصيلها في موسمها الأول اللي أقدر أقولها بدون الدخول بأي تفاصيل حرق من أجل التحفيز نوعاً ما لمتابعة هذا العمل. Guess we're back in business. Wow. Your rap sheet reads like a CVS receipt of breaking and entering. Boom. Kidnapping. هذا العمل بدأ في سنة 2018، قدم موسمين حتى الآن بواقع 10 حلقات للموسم الأول و13 حلقة للموسم الثاني، ويعتبر المسلسل من أنجح المسلسلات القادمة في شبكة نتفليكس، وكذلك المسلسل تم تجديده لموسم ثالث قادم على المنصة في 26 من شهر جولاي الجاري. شخصيا تقييمي لمسلسل Good Girls بعد متابعتي للأول موسمين هو 7/10. Class 2 with an animal. I mean, I don't even know what that is. ونقطة أخيرة، قد لا يكون هذا العمل صالح للجميع بسبب الضعف الدرامي الخاص فيه مقارنة ببعض المسلسلات الأخرى اللي نوعا ما تشابهها في عالم الجريمة والعصابات، مثلا مثل أوزارك المقدم من نفس المنصة، فبالتالي المقارنة هنا قد تكون باطلة. استمتع بمتابعة هذا العمل ولا تقارن في أعمال أخرى. I thought you wanted to be me. This right here. That's your problem. He's not my problem. إلى هنا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة. الكثير والكثير من المواضيع اللي تنتظرنا بإذن الله في حلقات أخرى. لا تنسوا متابعتنا كل سبت في تمام الساعة 6:30 على القناة العربية. شكرا لكم، أراكم في حلقة قادمة في أمان الله.